مشاهدينا، بين رغبة الصيام بشهر رمضان المبارك والخوف من خسارة الفائدة من تناول الأدوية، بيحتار كثير من الناس يلي عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط أو السكري أو القلب بتغيير مواعيد أدويتهم، هل هم قادرين يصوموا أو لا؟ فمنلاقي بعض الناس تلجأ لحتى تتناول الأدوية دون استشارة طبية بشكل عشوائي. هذا الموضوع بحاجة لوعي أكثر يا عفاف، لأن اليوم كثير يمكن من الدراسات بتأكد أنه تغيير بتناول الأدوية هذا الشيء بيأثر على فعالية وجودته. حتى مو التغيير، هيدي ممكن كثير أشخاص تستغني عن الأدوية المزمنة لأمراضها مثل الضغط والسكر والقلب والغدة، إلى جانب أنه هنون بدهم يصوموا، ولكن أكيد في نصائح طبية بتنصح انه نحن بنقدر نستخدم هاي الادويه باوقات مختلفه عن الاوقات اللي نحن ممكن ناخذها، ان كان قبل الفطور ولا أكيد. قبل السحور ولا بعد الفطور، هيدي صحيح اكيد يا عفاف. هيك نحن نحكي بشكل موسع مشاهدينا عن الموضوع، وبسعدنا انه تكون ضيفتنا لليوم الدكتوره الصيدلانيه هاله شاهين. صباح الخير دكتوره، كل عام وانت بالف خير. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك دكتوره ورمضان كريم. صباح النور. خلينا بالاول هيك هذا الحديث الشائع واللي اختلفوا عليه كثير ممكن من المرضى اللي عندهم امراض مزمنه عن تغيير اوقات تناول الدواء، كيف نحن ممكن ننظم هذا الشيء؟ تماما، اول فكره لازم نخليها ببالنا انه الدواء هو عباره عن ماده كيميائيه لنحصل على افضل فائده منها وباقل اثار جانبيه ممكنه، لازم تكون بجرعه محدده وباوقات محدده. فبالتالي موضوع الجرعه والوقت هو كتير مهم لنحصل على الفائدة مثل ما تفضلتي بالمقدمة. للأسف أنه نحن بكل رمضان بنرجع منوعي عن هذا الموضوع، ومع ذلك بنشوف كتير من الأخطاء لناس مصرة على الصيام رغم وجود مرض مزمن عندها، فبيلجأوا من حالهم لإلغاء الدواء تماما أو مضاعفة الجرعات. وبتعرفي أنت مضاعفة الجرعات قديش ممكن تخلق مشاكل كارثية على صحتهم، وبيقعوا بمشاكل صحية قد يحتاجوا بعض منها إلى دخول المشفى نتيجة هذا الخربطة العشوائية اللي بيعملوها. الحقيقة أهم شغلة نحن بننصحها لمرضى الأمراض المزمنة، مو منستنى ليجي رمضان، قبل رمضان بحوالي شهر أو أسبوعين مراجعة الطبيب اللي مشرف على حالتنا لحتى نتأكد هل نحن فعلا جاهزين للصيام ولا لا. لأنه لو أنا باخذ الأدوية وأموري مستقرة بس ربما حالتي صحية لا تسمح بالصيام، فبداية استشارة الطبيب هي أساس، ودائما بننادي فيها أنه لا تلجأوا للصيام إذا أنتم عندكم مرض مزمن قبل استشارة طبيبكم المشرف، لتشوفوا إذا أنتم الحالة مسيطر عليها مضبوطة بفعل الأدوية ولا لا، وتعرفوا منه إمكانية تبديل وقت الدواء ولا لا. هلأ بنجي لموضوع الأدوية. الحقيقة الأمراض المزمنة مثل ما تفضلتي، ضغط، قلب، سكري، وسكري هن أهم أشخاص يعني نحن مننبه عليهم برمضان. هدول تغيير الجرعات أو تغيير مواعيد تناول الدواء مانو بالشيء الساهل. لح نبلش بمرضى الضغط. مرضى الضغط يلي بيتناول دواء واحد للضغط تمام؟ ممكن يخليه على الإفطار، ممكن يخليه على السحور، مع مراعاة إذا كان هو من الأدوية اللي بتتاخذ على الريق فلازم يتاخذ قبل الإفطار مثلا أو قبل السحور، وبيستنى بعد منها نص ساعة لياخده. بس ننتبه أنه مريض الضغط يلي بياخذ دواء ضغط محتوي على مدر، هذا الدواء برمضان المفروض أن يؤخذ بحذر، لأنه هو أصلا عم بيصوم 16 ساعة أو 17 ساعة ما عنده سوائل بجسمه، وإذا بعد منها رد بده ياخذ دواء ضغط محتوي على مدر فهون الموضوع فيه إشكالية، فالمفروض يتأكد من طبيبه. مرضى السكر هن الأهم يلي نحنا المشكلة عندهم. خلينا نقول السكري، بتعرفوا أنتوا نوعين، السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني. النوع الأول معتمد على الأنسولين، هدول غير منصوح بصيامهم أبدا ولا بأي شكل. السكري النوع الثاني اللي هن غير معتمدين على الأنسولين، هون ممكن يصوموا بس برجع بقول بعد استشارة طبيبهم ليعرفوا كيف بيقدروا يغيروا جرعات الأدوية اللي هن عم ياخدوها. أدوية السكري الفموية في البعض منها بيعمل انخفاض كتير شديد بالسكر، فهدول بدنا نحاول نبتعد عنهم برمضان ونبدلهم بأدوية من الأصناف الجديدة اللي ما كتير بتعمل هبوط شديد للسكر. وإذا كانوا عم ياخدوا أنسولين لسبب من الأسباب، مع أنه هن سكري غير معتمد على الأنسولين، فكمان تبديل جرعات الأنسولين بده يتاخد. بتعرفوا أنتوا الأنسولين سريع وبطيء.
مزيج من من الاثنين بده يتاخذ السريع على الافطار، البطيء على السحور وهكذا، بس طبعا اكيد باستشاره الطبيب. تمام دكتوره، خلال شهر رمضان المبارك بنلاقي انه اغلبيه الناس بتعاني من صداع خلال النهار للصيام، فبتلاقي الاغلبيه بيلجأوا للمسكنات، هل ينصح فيها اليوم؟ خلينا نوضح اكثر عن طريقه تناولها. الحقيقه الصداع يلي بيجي برمضان هو غالبا نتيجه اختلاف منشوفه ببداية رمضان، اختلاف النظام البيولوجي اللي متعودين عليه، ايمت منفطر وايمت مناكل، وتغيير مواعيد شرب الكافيين، الناس اللي بتاخد قهوة كتير وبتاخد شاي كتير، فهدول كمان انا دايما بنصح انه قبل ما نوصل لرمضان بكمان بحوالي اسبوعين نبلش تدريجيا نغير نظامنا نحن الحياتي. يعني أنا بدال ما في الصبح أشرب ركوة قهوة مثلا، ببلش بخفضها، بدال ركوة قهوة بصيروا فنجانين، بدال فنجانين بصيروا فنجان. لوصل لرمضان أنا بكون خفضت مستوى الكافيين يلي أنا جسمي متعود عليه لحتى ما أنصاب بالصداع. نفس الشيء للأشخاص اللي كتير بتهتم بوجبة الفطور، بوجبة الغداء بيكون عندها كتير مهم، نبلش من قلهم بلشوا زحلوا الأوقات شوي. يعني نحن إذا كل يوم أخرنا فطورنا وأخرنا غدانا نص ساعة بنوصل على رمضان ما بيصير معنا صداع. هلا صار معنا صداع برمضان لاسباب مختلفه، دائما مراعاه انه باراسيتامول بامكاننا ناخده ولو بعد الافطار مباشره، يعني مجرد اذن المغرب بامكاننا ناخده على الريق مع كاسه المي اول وحده عم نشربها. حتى هلا في دراسات جديده عم بتقول باراسيتامول فعال اكثر وقت بيتاخد على الريق. بيصفى عنا اصناف المسكنات الثانيه اللي هن مضادات الالتهاب غير استيرويديه مثل البروفين والديكلوفيناك وهدول، وزمره مسكنات الالم المركزيه اللي بتاثر على الدماغ. هلا مضادات الالتهاب غير السيرويديه اذا بدنا ناخذها بده يكون بعد وجبه الطعام، لانه بتعرفوا انتم ترفع من حموضة الوسط الهضمي، فأنا ما المفروض أخذها على معدة فاضية لأنه ممكن تسبب لي قرحة بالجهاز الهضمي، فإجباري بده تكون بعد وجبة الإفطار، يكون معدة مليانة بقدر أخذهم ومع شرب كمية كافية من السوائل. بالنسبة لمسكنات الألم المركزية الحقيقة أنا برمضان ما بنصح فيها، لأنه بتعمل كتير آثار جانبية، ممكن الإنسان ينام بعد منها وما يقدر يصحصح ثاني يوم إذا بده يكمل الصيام. فينصح بأنه مسكنات الألم المركزية نبعد عنها برمضان، خلينا على السيتامون وبالحالات الشديدة مضادات الالتهاب غير استيرويدية. طيب دكتورة، هلا خلينا كمان ما ننسى مرضى القلب والغدة، هدول اللي عندهم كمان روتين من أخذ الأدوية والمزمنة وممكن ما يقدروا كمان، بدهم يصوموا وبدهم ياخذوا الدواء. هلا مرضى القلب الحقيقة، مرضى القلب غالبا مرضى القلب بيكون مترافق، يعني المرض عندهم مع كذا حالة صحية، يعني مع ضغط وبياخذوا مميعات وإلى آخره. الحقيقة مرضى القلب من الأشخاص اللي كتير صعب تنظيم الأدوية عندهم، لأنه خلال هالفترات ما بين الإفطار والسحور 8 ساعات بدهم ياخدوا كل كمية الدواء اللي هن عم ياخدوها. فهن كمان الحقيقة من الأشخاص اللي مو منصوح بصيامهم، إنما إذا بدهم يصوموا بإمكانهم بعد استشارة طبيب أو أقرب صيدلي موجود لهم أنه يوزعوا الأدوية على 8 ساعات مع مراعاة نوعية الطعام اللي هن عم يتناولوها خلال فترة الإفطار. مرضى القلب المفروض كتير يخففوا من الأشياء الدسمة، الأشياء ومرضى الضغط كمان، الأشياء الدسمة، الأشياء المحتوية مثلا المالحة، المشروبات اللي ممكن مثلا تزيد العبء على القلب ترفع الضغط، هدول كلياتهم بدهم يراعوا كتير نظامهم الغذائي، وفي حال حدوث أي إزعاج المفروض يوقفوا الصيام فورا. بنجي لمرضى الغدة، كمان مرضى الغدة الحقيقة من الأشخاص يلي كمان صيامهم يجب أن يكون بحذر، لأنه أدوية الغدة عياراتها كتير دقيقة. فبالتالي أي خربطة بالعيار ممكن تعمل عنا إشكالات لبعدين. مرضى الغدة إذا كان عم يتناول حبة واحدة باليوم عيار واحد ممكن يخليها قبل الإفطار وبيستنى، أو قبل السحور أقرب ما يمكن للسحور بياخدها بيستنى نصف ساعة بعدين ممكن يتناول طعام السحور لحتى يمشي الحال. بس كمان إذا كان حس بأنه في أي اضطراب يفترض أنه يوقف الصيام فورا. هلأ إذا مريض الغدة بياخد الحبة مقسومة على قسمين أو على ثلاث أقسام، هون المفروض يستشير طبيبه، لأنه برجع بقول عيارات أدوية الغدة كتير دقيقة وكتير حرجة، فأي خربطة بسيطة ممكن تعملنا اضطراب كتير شديد بالجسم، فالمفروض يكون باستشارة الطبيب حتما. تمام دكتورة، بما أنه تغيرت أوقات تناول الأدوية عند الصائمين بعد الإفطار، بتلاقي أغلبية الناس اللي عندهم أمراض مزمنة بيلجأوا للأدوية، ممكن ياخذوا أكثر من دواء وراء بعض، هل هذا الشيء
بيأثر سلبا على صحة المريض؟ بشكرك انك سألتي هذا السؤال، لانه للأسف منشوف أشخاص أنه خلص هو فطر بيحط كل شيء أدوية عم ياخدها سوا وبياخدهم كلياتهم سوا. هلأ أولاً ياريت بس توقف القصة عند أنه ما حصل على الفائدة. عملية أخذ الأدوية بهيدي الطريقة دخلنا بموضوع التداخلات الدوائية اللي هي ممكن تكون كتير خطيرة. ممكن يكون عم ياخد دوايين بيعاكسوا بعض فما بيستفيد من اثنين. ممكن يكون عم ياخد ضمن الأدوية اللي هو عم ياخدها دوايين بيقووا مفعول بعض. نحن الطبيب وقت بيوصف بالراشيتا بيقول هذا الدواء صباحا، هذا مساء، هذا ظهرا، مو لأنه هو حابب أنه والله يوزع الأدوية على مدار النهار، بس لأنه الأدوية لازم تكون بعيدة عن بعضها بمسافة كافية لحتى ما تصير هي التداخلات الدوائية. لذلك لا، أكيد ما بناخد الأدوية مع بعضها. رجاء اسألوا الطبيب أو أقرب صيدلي موجود لكم، يعني اللي ما أنه حابب يروح لعند الدكتور يسأله. بكل حارة اليوم في صيدلي هو قادر يعطيكم الإجابة الكافية، فبيسألوا الصيدلي كيفية توزيع الأدوية على الثمان ساعات تبع الإفطار، لأنه برجع بقول عملية أخذهم مع بعضهم فتنا بموضوع التداخلات الدوائية وقد تكون كتير خطيرة على الجسم. طيب هون دكتورة حكينا عن الأدوية، خلينا هيك شوي ننتقل على الفيتامينات والعناصر اللي هي ضرورية ممكن بحياة كل شخص بده يفيق الصبح ياخدهم. يحط كمان مجموعة فيتامينات بإيده وياخدهم دفعة واحدة إن كان على الفطور على السحور، بس كمان هذا الشيء غلط ولا كمان الفيتامينات بتتداخل نفس الشيء؟ لأنه الفيتامينات كمان في إلى تداخلات دوائية. أنا دائما بعمل بذكر المثال تبع الحديد والكالسيوم. الأشخاص اللي بياخدوا حديد وبياخدوا كالسيوم إذا أخذناهم مع بعضهم بنخسر الحديد تماما، لن نستفيد منه نهائيا إذا نحن عم ناخده. لذلك دائما برات رمضان وقت بينصفوا مثلا حديد وكالسيوم مع بعضهم فبينصف واحد صباحا واحد مساء ليكونوا على مسافة بعيدة عن بعض لحتى نقدر نستفيد من اثنين. فكمان حتى الفيتامينات حتى المكملات الغذائية المعادن اللي احنا عم ناخدها كمان بدنا نوزعها على الثمان ساعات تبع الإفطار. واللي متعود ياخد فيتامينات صباحا مفروض ياخدها على السحور لحتى تكمل معه أثناء لبينما يوصل لوقت الإفطار، مو ياخذهم على الإفطار لأنه ساعتها ما بيعود بيعرف ينام بالليل وبيتنشط وإلى آخره. فالفيتامينات دائما على السحور ونبعدهم عن بعضهم مثل ما حكينا لنقدر نستفيد من كل التركيبات اللي نحن عم ناخذها. تمام دكتورة، خلينا نوضح شو في كمان لسه أخطاء شائعة بتلاحظيها حضرتك اليوم بطريقة تناول الأدوية خلال شهر رمضان. أهم الأخطاء الحقيقة اللي العالم ترتكبها هي إلغاء جرعات أو تناول جرعة مضاعفة، وهي منشوفها كثير عن مرضى السكر. مرضى السكر اللي بيكونوا مصرين انه بدهم يصوموا فبتلاقيه لغى جرعة الدواء تماما، انه انا مالي عم باكل اثناء النهار فانا ما في داعي اخذ سكر. هون ممكن يوصل جسمه الى حاله من ارتفاع السكر الشديد يلي ممكن توديه الى حماض كيتوني قد يحتاج بعد منه الى دخول المشفى. على العكس بنشوف اشخاص كمان مرضى سكر بيجوا على الافطار بياخذوا حبتين مع بعض او بياخذوا جرعه مضاعفه من الانسولين. هون ادى لاحداث هبوط سكر شديد عنده قد يؤدي الى دخوله بغيبوبه وقد تكون الغيبوبه مؤذيه حتى لخلايا الدماغ. مرضى الضغط يلي كمان نفس القصه انه هو بحس حاله مصر على الصيام وأثناء الصيام عم بيتضايق أو عم بيحس أنه ضغطه عم بيرتفع بيوصل لوقت الإفطار وبياخد حبتين من دواء الضغط مع بعضهم، فكمان بيعمل هبوط ضغط شديد عنده قد يؤدي إلى توقف القلب. فهي أبرز الأخطاء الحقيقة اللي نحن بنلاحظها، إلغاء الجرعات أو مضاعفة الجرعات. لذلك حكيت بالبداية أنه نحن لنستفاد من الدواء يجب التقيد بجرعة محددة وبوقت محدد لتناوله، وما المفروض من عنا نحن نبدل هذا الشيء. لابد من استشارة الطبيب أو أقرب صيدلي موجود لنا. طيب دكتورة اليوم هيك خلينا بآخر دقيقتين من الوقت حضرتك نعرف شو هي أكثر الأخطاء الشائعة من قبل المراجعين يلي بيجوا لعند حضرتك، وأهم النصائح يلي بتركزي على أعطاء اليوم. هلأ الحقيقة أهم النصائح مثل ما حكينا أنه نحن دائما بكل عام قبل رمضان لا تنتظروا ليبدأ رمضان. قبل رمضان بأسبوعين يا ريت نراجع الطبيب المشرف على حالتنا لنعرف تماما هل نحن قادرين نصوم، هل الصيام ممكن يكون مضر لنا، ونعرف كيف نغير مواعيد أدويتنا. وشغلة كتير مهمة برجع بأكد عليها، الوارد الغذائي للأشخاص يلي هن عندهم أمراض مزمنة كتير مهم ليريحنا بفترة الصيام. يعني مثل ما حكينا مرضى الضغط
الضغط، مرضى القلب ما المفروض ياخذوا اشياء دسمه، يراعوا انه يكون في حميه خلال رمضان، ما ياخذوا اشياء مالحه. مرضى السكري نحن دائما بننصح انه وجبه السحور كثير مهمه عندهم لمرضى السكري اذا كانوا حابين يصوموا، ووجبه السحور لازم تكون غنيه بالبروتينات لانه البروتينات بتاخذ وقت اكثر لحتى تنهضم، فبالتالي بتضاين معهم خلال النهار، ما بيصير عندهم اضطرابات بالسكر كثير شديده وهكذا. فالوارد الغذائي كثير مهم للي عندهم امراض مزمنه لحتى يقدروا يكملوا الصيام وهن مرتاحين. وبرجع باكد على فكره اذا جسمنا ما بيساعدنا على الصيام اكيد رب العالمين ما له يعني في لنا عذر بانه ما نصوم، لا ضرر يعني على جسمنا، ما المفروض لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. تمام دكتور، حكينا عن الامراض المزمنه وطريقه تناول الادويه، خلينا نروح لجانب المراه الحامل اللي بتصوم كمان، قد لازم ننتبه لادويتها للفيتامينات خلال وقت الصيام؟ الحقيقه مو كل الحوامل بتقدر تصوم، هي الطبيب هو اللي بيقدر يقدر الحاله، لانه نحن بنعرف الحامل هي مو بس مسؤوله عن جسمها، مسؤوله عن جسمها وعن صحيح. الجنين اللي هو موجود عندها، فربما فترات الصيام الطويله تؤدي الى تجفاف، تؤدي الى نقص الوارد الغذائي على الجنين اللي هو عندها، فطبيبه بدها تسمع كلمه طبيبه، ما المفروض تصوم من حالها لانه صيام المرأة الحامل قد يكون كتير مضر للجنين. فسؤال الطبيب كتير مهم إذا هي قادرة تصوم أو لا. إذا بدها تصوم المفروض هالفترة الإفطار من الإفطار إلى السحور بدها تعتني كتير بالمغذيات اللي هي عم تاخدهم، تاخد كمية بروتينات كويسة، كمية فواكه وخضار كويسة، تتناول فيتاميناتها بشكل كامل لحتى ما ينقص أي شيء على الجنين، تشرب سوائل بكمية كافية، لأنه كتير منشوف عند السيدات الحوامل أنه هن نتيجة ساعات الصيام الطويل قد تقل كمية الماء يلي موجودة عند الجنين، وهذا أمر كتير خطير، بتعرفي أنت قد يؤثر على تشوهات بتصير عند الأجنة. لذلك أول شيء المرأة الحامل أكيد طبيبة هو اللي بيقول لها يا تصوم يا ما تصوم، وإذا قال لها ما تصوم بدها تسمع الكلمة، يعني مو بكيف القصة. وإذا صامت ففترة الإفطار بدها تحاول تعوض هالفترة الصيام الطويلة، تناول سوائل كافية، تناول كل المغذيات وكل الفيتامينات لحتى ما ينقص شيء على الجنين. عندك حدا حامل يا هايدي؟ لا لأنه كتير اليوم موضوع حساس، يعني كمان الحامل إلى حصة بالنصائح. طيب ممكن هون تلتجئ الحامل تاخذ كل الأدوية وكل النصائح وتصوم، مع هالشي ممكن يسبب لها ضرر؟ نعرف نحن بالأشهر الأولى شوي خطير الموضوع. هلأ بالأشهر الأولى ما بتخيل في حامل بالأشهر الأولى بتقدر تصوم، يعني بتكون كتير جسمها قوي لتقدر تصوم، لأنه بتعرفي الأشهر الأولى فترة اللحام والإزعاجات اللحام وإلى آخره. بس في بعض السيدات بيصروا على الصيام، بيكونوا مثلا جسمهم قوي قادرين. برجع بقول طبيبة هو اللي بيقدر الحالة، وإذا قال الطبيب ما في صيام يعني ما في صيام، يعني رجاء كل حد عم بيشوفنا، كل سيدي عم تشوفنا وقت الطبيب عم بيقول ما في صيام صدقيني لمصلحتك، وقت عم بيقلك لا تصومي لمصلحتك ولمصلحة الجنين. فالتقيد أكيد بتعليمات الطبيب، هو كيف بيقول بنصوم أو ما بنصوم، كيف الأدوية لازم ناخدها، هذا كتير مهم لحتى تكمل فترة الحمل بأمان وما يكون الصيام مضر لا إلها ولا للجنين. تمام دكتورة، خلال حديثك عن الفيتامينات ذكرتي إنه في فيتامينات إحنا ما بنقدر ناخدها بوقت السحور قبل النوم، كمان في أدوية نحن ممنوعين عنا قبل النوم كمان؟ لا ما في، ما بيأثر إطلاقا. نحن بدنا نحاول هالفترة الثمان ساعات اللي هي ما بين الإفطار وما بين السحور بدنا نوزع، إذا نحن بناخد أكثر من نوع من الأدوية بدنا نحاول نوزعهم على هالثمان ساعات لحتى نقدر نستفيد منهم. برجع بقول بدنا ناخد شيء على الريق، بدنا ناخد شيء بعد الطعام، حسب نحن شو الأدوية اللي عم ناخدها وحسب الطبيب شو بيقول. تمام أكيد، يعني الكلام يطول والنصائح من حضرتك كمان نحن كتير منتشكر حضورك ومنتشكرك على النصائح اللي قدمت لنا إياها. كنت معنا الدكتورة هالة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتي صباحنا. أهلا وسهلا.